السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا للرشيدة. السلام عليكم عمي الحاج، كيف انتي؟ لاباس عليك؟ بارك الله فيك. لا الحمد لله، اللهم لك الحمد. عمي الحاج، بغيت نسأل منك الدعاء في العشية مباركة عند الله. يا رحمن يا رحيم. فاش ما مديتي يدي عمي الحاج قد الأمور وشي معكس عليا، عرفتي؟ وقاجيني حال الدنيا كضيق بيا. الله أكبر. دعي معايا ومع أخوتي ومع الوالدين ديالي. يا ربي يا ربي. تا أخوتي أيدا كلشي، عرفتي عندنا العكس، فاش ما مدينا يدنا في الخدمة في شي حاجة، ستة في شي حاجة كلشي غير ضيق عليك، ما قد جبرت حاجة لا في الخدمة لا تا حاجة. الله 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 يفرج عليكم يا رب. آمين يا رب العالمين. الدعاء مع الوالد ديالنا مريض شوية، ومع الوالدة عاوتا هي مريضة. الله يشافيها ويعافيها يا رب. الله يشافيها ويعافيها يا رب. وعندنا العكس حتى في الخدمة في كل شيء، فاش ما مديتي يدي تلقى في العكس فاش ما كان. لا إله إلا الله يا رب تفرج يا رب. حتى حاجة ما قد تلقى يا أخو، ما قد تيسر لك شيء فاش ما مديتي يدي، ما قد تيسر لك حتى حاجة. إن شاء الله ربي يفرج عليكم يا رشيدة. ربي يفرج عليكم أختي يا رب. لا إله إلا الله. يا رب العالمين. حتى في الزواج هيدا يا أخو يهضر شي واحد، ما كيبقى حتى شي واحد بقى يهضر ما كيبقاش يرجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. والوالدة عندنا مريضة شوية بالراس، عاود الدعاء معاها. يا ربي تشافيها يا رب. والله لو الوالدة عمرت شوية ونطلبوا منك الدعاء يا ربي، تستجب الدعاء ديالنا والمستمعين كاملين، نقولوا آمين. آمين يا ربي يا ربي آمين. شكرا لك أختي رشيدة، شكرا لك. الله يطول عمرك، وتحية كبيرة لكل أهل طنجة. لا إله إلا الله. العكوسات والموانع أيها الأحباب الكرام، هل هي حقيقية أم وهمية؟ أي نعم، بالتجربة وبالدراسة وبالفحص، فإن العكوسات والموانع حقيقية. هناك أناس عندهم القبول وعندهم مفاتيح الفرج، وأينما وضعوا أيديهم يربحون. وبالمقابل هناك أناس يعملون بالجد ويعملون بالإخلاص، ولكن عندهم عكوسات وعندهم موانع. هذا شيء ملاحظ، لا يحتاج إلى أدلة ولا إلى براهين ولا إثباتات. كنلاحظ بأن هناك أناس محظوظ، ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وربنا عز وجل أكرمه بوسط عائلي كله خير، عندهم مال، عندهم مركز، وعندهم دين، وعندهم خلق. وكان لي مسكين ولد، وأكثر ما يحس في نفسي لما رأيت أطفال صغار ولدوا وراء القضبان. كنا نزور أحيانا بعض المراكز السجنية، وخصوصا الجناح الذي فيه بعض النساء، كلقوا أطفال صغار الرضع وراء القضبان، ولد وأمه حامل به وهو في السجن، وبقي هناك مدة الرضاع في السجن وهو لم يفعل أي شيء، محروم من الحرية. هذا هو كتسمى القضاء والقدر، وربنا يقسم الأرزاق بين العباد. لكن الله عز وجل أعطانا أشياء ممكن أننا نتجاوز بها هذه العكوسات وهذه الموانع، وبالمقابل نحصل على الفتوحات. كتسمى الفتوحات، وكتسمى الإشراقات، وكتسمى الإمدادات، وكتسمى الإعانات، وكتسمى الإكرامات. إلى بغى ربي عز وجل يعطيك يعطيك سبحانه. هادشي مشاهد ورأيناه كثيرا، ماشي مرة، ماشي عشرة، ماشي مئة مرة، آلاف المرات. ناس كانوا في حال وصاروا إلى أحسن حال. وهذا الأمر لا يتطلب من العبد أنه عمل شاق ومضني، يتطلب أشياء بسيطة وسهلة لمن سهل الله عليه. باش كتكون أول شيء كيكون بأن الإنسان
يقطع صلته بالخلق أجمعين ويربط قلبه بالخالق وحده لا شريك له. هذا أول مبدأ، لا بد أن تقطع الصلة بالخلق، يعني لا تطمع بأي كان أنه يعينك أنه يساعدك، لا تترك باب أحد أن يمد لك يد المساعدة، لا تطمع في أحد مسؤول في الدولة في القضاء في الحكومة في السلطة أنه ينفعك، إياك إياك ثم إياك، اقطع الصلة بالخلق أجمعين مهما على نفوذهم، وخليك مع الله وحده لا شريك له، هو الرازق هو الفتاح هو العليم هو القاهر فوق عباده، وهو الرحمن الرحيم اللطيف بالعباد. هذا أول بند أول رقم. بعد ذلك كنبدأ باتخاذ الأسباب، ربي أعطانا عقل أعطانا إرادة أعطانا قدرة، فنستثمر هذا العطاء الإلهي، نخدم عقلي نخدم الإرادة ديالي نخدم المعرفة باش نقدر نصلح من أحوالي ونرفع من مستوى معيشي. لكن قد يكون هذه الوسائل التي عندي ضعيفة ومحدودة، فماذا أصنع؟ هنا سوف أنتقل إلى مسألة أخرى من غير العمل والتخطيط والبرمجة والأخذ بالأسباب. هناك طرق باب رب الأسباب، الأذكار. الأذكار الأذكار أيها الأحباب الكرام لا تستهينوا بها، الأذكار هي فيها فوائد كثيرة، من غير أنك تذكر رب العالمين وتأخذ أجرا وثوابا عظيم، هي أيضا فيها أسرار ربنا يفتح بها أبواب الخير كلها. مثلا عندنا الذي عنده ورطة يشعر بأنه محاصر من كل جانب، شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا نقوله كل وقت وحين، وسترى عجائب قدرة الله. الذكر الذي قاله سيدنا يونس ابن متى رضي الله عليه السلام لما كان في بطن الحوت، ونزل في الظلمات الثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة جوف البحر، يعني هناك ظلام دامس، وهناك هل هناك من ورطة أكثر من هذه؟ أن تكون قد غرقت في البحر والتقمك الحوت ونزل بك في القعر اللجي وفي جوف الظلام، هل هناك أمل في النجاة؟ ربنا يعلمنا بأن ليس هناك موانع، إياك أن تقول عندي موانع، هناك فتوحات. أذكر ذكرى يونس وترى العجائب. ما هو ذكر يونس عليه السلام؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوله تهليل، وأوسطه تسبيح، وآخره إقرار بالدم، ما دعا به مكروم إلا فرج الله عنه. فنقول في دعائنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء عظيم، هذا الدعاء ربنا جعل فيه خدام من الملائكة، إذا سمعوا العبد أو سمعوا الأمة تقول هذا الذكر ربنا يبعث إليهم خدام من الملائكة يخدمونك. أنا أعرف أناس صاروا يعيشون في نعيم وسببهم هذا الذكر، حاجتهم مقضية، في مكة حط يدك يربح، واللي تلقى معاك يربح، واللي بغاك تجي لعنده، وربي عز وجل عطيه العزة وعطيه السؤدد وعطيه القوة وعطيه البركة. من أين لك كل هذا؟ من أثر هذا الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا عز وجل ألهم بها سيدنا يونس أن يقول هذا الدعاء وهو في بطن الحوت، حتى إن صوته بدأ يصعد من أعماق بطن الحوت إلى أعماق جوف البحر إلى أعماق الليل إلى السماوات العلى، حتى وصل إلى سدرة المنتهى. فقالت الملائكة يا ربنا هذا صوت عبد لطالما نادك بالليل. فربنا عز وجل باهى به الملائكة، قال هو في القعر اللجي وفي أدنى الأرض ووصل إلى أعلى مراتب السماء. ربنا عز وجل أنجاه، قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، رب نجاه وجعل شجرة تقوم فوقه فيها اليقطين فيها القرعة،
وقيل يسلوي، وأكل منها واستعملها براهين وشوفي وعفية. ولما رجع إلى قومه ربي أسرع وأدخل الإيمان في قلوبهم، بعثه إلى 100,000 أو يزيدون، وجدهم صاروا مؤمنين. ربنا عز وجل إكراما ليونس حتى لا يدخل معهم في العراق وفي الجدال، ربي جعلهم يسلمون ويؤمنون. حاشك مقضية غسير، حاشك مقضية بأمر الله. فكنقول لك للرشيدة هذا الذكر خلي معك بحال السلاح، قولي على الأقل 3 مرات في الصباح 3 مرات في المساء، وكرريه كرريه، وسترين بأن جميع العكوسات ستزول، وبأن الفتوحات ستحضر، وأن الكرامات ستغمرك من كل جانب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عنك وعن إخوتك وعن العائلة جميعا. اللهم فرج عنهم وأسعدهم وأكرمهم فضلا منك وإكرما. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.